أعطيكم أفضل تشكيلة وبالنسبة لي أنا حاليا. في حراسة المرمى الأخطبوط تيبو كورتوا، وفي قلب الدفاع روبن دياز الفتاك، وفي قلب الدفاع الثاني ماركينيوس البرازيلي الفتاك، وفي الظهير الأيسر اللي يعتبر صانع ألعاب كانسيلو الفتاك. معجب بهذا اللاعب، وأفضل ظهير أيمن أشوفه حاليا فخر العرب حكيمي، وفي محور الوسط النحلة السوداء كانتي، وفي مركز الوسط الأمير لوكا مودريتش المطرف في عمر 37 عاما يسوي شيء ما أحد يقدر يسويه، وبجانب مودريتش باريلا يا جماعة الخير لاعب خرافي. في الجناح الأيسر الغزال الفرنسي امبابي، وفي الجناح الأيمن فخر العرب المصري محمد صلاح واللي مستوى اللي يقدمه الآن. ونجي لأفضل راس حربة حاليا كريم بنزيما، لو مكانك تاخذ خط الهجوم منو تاخذ؟ من دون عاطفة. خبر مفرح لعشاق برشلونة، صدقني البرشلوني بينجن من الفرحة. توماس مولر وزوجته متهمين من جمعيات الرفق، واتهام كبير جدا بأن مولر يبيع ما أقدر أكمل في صغار للعينة الواحدة ب200 دولار، وإذا أدان هذا الخبر وكان صحيح سيتم سجن مولر. أنا وأنا مدريدي أكره هذا اللاعب. الخبر كامل حط لكم إياه استغرام هناك، ما دام يغطي الخبر أول بأول ليش ما تضيفني؟ ليش؟